السلام عليكم، أنا تسليم الهوساوي ليدر فريق تمكين. جينا هنا بفعالية Stay Safe مستشفى رعاية. مستشفى رعاية أغلب المرضى اللي فيها إصابات عمل Work Injuries، عشان كذا احنا مركزين على البوثات الجاية. في دراسة سواها في 2016 توصل النتائج 67,000 إصابة في السنة، يعني تكاليف العلاج صارت أكثر من 370 مليون، which is يعني شيء مرة كبير. إحنا جاهزين كوجيز لأننا نشتغل على المستوى المجتمعي اللي هو community awareness، يعني نبغى زي اللي نقلل من نسبة الإصابات هذه، فبالتالي تقل يعني تكاليف العلاج، ويعني أكيد له أثر في اقتصاد الدولة وإلى آخره. عندنا أول بوث لنا الإرغنومكس، ما راح أكثر لكم كلام لأنكم يعني كلكم أوتيز فتعرفوا إيش دورنا مع الإرغنومكس إلى آخره. فبس يعني إحنا الأوتيز ننسى أنفسنا لما نجي نتعامل مع البيشنت، مثلا على ويلتشير أو يكون طفل ننزل كثير ندنق، أو أننا يعني ننزل يعني نتحرك حركات غلط، هذه على المدى البعيد يعني تأثر بالضبط نفس ال هنا صندوق، بالضبط مثل الصندوق، يعني زي ما انتم شايفين هنا في الصور هذه الطريقه الصحيحه للواحد انه يشيل الصندوق، ما انه كانه يركع. مثلا ساعات الدوكيومنتيشن الى اخره، يعني برضو ننسى نجلس الجلسه الصح او الكراسي تكون ما هي مناسبه. وطبعا عندنا هنا بوث التي بي اي برضو من ضمن الورك انجريز بسبب الطيحات وإلى آخره، برضو نقدر we can prevent this يعني بال safety precautions during work، يعني للعمال والناس اللي يعني يطلعوا أماكن عالية.